ازاي يا جنتل اسلمك البضاعه وما تسلمهاش للزبون؟ ده التاجر مننا راس ماله وسمعته. وانا اعمل ايه بس؟ ما انا سلمت الشريط للمندوب وهو اللي راح وقال عدول يا معلم. لا يا جنتل انا ماليش دعوه، انا مسلمك الشريط كونك بقى تشغل عيال مش قد الشغلانه دي حاجه انا ماليش صالح فيها. تمنه كام يعني يا معلم الشريط ده؟ 4 بواك يا جنتل. خلاص يا سيدي يبقى لك، وانا هعرف اجيبه ازاي. لا ضحكتني يا انا المؤاخذة يا عمنا، انا ما احبش انيم عيالي بره البيت. يعني ايه الكلام ده يا معلم؟ يعني ال4 بواك يكونوا الليله دي في درج مكتبي، ماذا والا هروح لوالدك السيد علي بيه كرشه واقول له على كل حاجه. ايوه يا زغلول بيه، ايه اللي تؤمر بيه سيادتك؟ والله شوف يا اخي منصور، انا راجل مش طماع. ونعم الاخلاق. ولذلك انا هكتفي ان احنا نبقى شركاء بالنص. وانا موافق، وفلوسي كمان جاهزه ان شاء الله. 1,000,000 جنيه. مليون كتير، الماكينه ما تقدرش تطبع المبلغ ده مره واحده. طيب ايه اللي تشوفه سيادتك؟ نخليهم في الاول 100,000 جنيه. 100,000 جنيه شويه، نخليهم 200,000. طماع طماع يا منصور، طماع. عشان خاطرك انت ماشي 200,000. رايح فين؟ احضر لك فلوس. لا يمكن تسلمني 200,000 جنيه، اسلمك ال 100,000 جنيه، سلم واستلم. بس بس هو ده الاصول. الدار امان يا زغلول بيه. لا دي اصول الشغل يا اخ منصور، ولا انت مش فاهمها ولا ايه؟ وكذلك ما قلتليش هنتقابل امتى؟ هبقى اتصل بيك واقول لك نتقابل امتى وفين. ايوه يعني فين بالظبط يعني؟ انا اتصلت بيك؟ لا لما اتصل بيك هقول لك. الله يسلمك. اهلا اهلا يا حبيبي، اهلا اهلا اهلا. الحمد لله على السلامه يا صاحبي. يا حسينه ايه كده؟ الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، الحمد لله على سلامتك. تفضل يا حبيبي قدامي، تفضل يا سيدي. الحمد لله على سلامتك. بسيتك يا روحي، بسيتك يا روحي. شايلها من المستشفى. ايوه غلبانه غلبانه كتير. اهدي يلا يا شيخ روحي كده، اهدي. كان خلاص الراجل هيطلع الفلوس من الخزنه ويديها لي، دول انا بغبائي رفضت باصرار. وايه اللي خلاك ترفض باصرار؟ خفت يا شك والخطه تبوظ. المهم هتتصرف ازاي دلوقتي؟ مش عارف. المهم دلوقتي انا عايز 200,000 جنيه. كل يا حمايه كل. عايز 200,000 جنيه. 200,000 جنيه؟ انت اتهبلت يا راجل؟ عشان ترجع 100,000 تطلب 200,000؟ هي دي الفقاقه؟ طب اطلب 150. المهم هتجيب المبلغ ده كله منين؟ مش عارف، انا هقول للولاد وهم يتصرفوا. عايزين الفلوس يتصرفوا. وهم هيجيبوا المبلغ ده كله منين؟ ماليش دعوه، اذا كانوا عايزين فلوس ابوهم ترجع لازم يتصرفوا. ايوه بس انا مش فاهم حاجه ابدا. افرض ان هم قعدوا يجيبوا الفلوس دي، هتستفيد الفلوس دي من منصور ازاي؟ ما هي دي يا حمايه، هي دي بهاريز عبقريتي. يا خوفي بقى من عبقريتك دي، لا تضيع كل حاجه. ما انا عارفاك خايب، وساعتها بقى هتدخلنا في مشاكل ووجع دماغ احنا مش في قدها يعني خالص. استني انت. انا اللي هشوف مين مين. ازيك يا خالي؟ خالي في ايه بس يا خالي؟ كويس. ايه يا خالي؟ جيت في وقتك يا حسام. الله، جيت في وقتك. انا كنت جاي لك، كنت جاي لك حيسك في موضوع مهم. ايوه خالي. اسكت ما تتكلمش، تعالى. وانت عايزه في حاجه ضروري؟ ده موضوع خاص بالكليه والدراسه يا عمي. اصل يا ابني لسه راجع من المستشفى وتعبان، بيستريح في اوضته شويه. مستشفى؟ هو محسن كان في المستشفى؟ هو تعب شويتين كده فقعد يستريح وتعالج في المستشفى. طب بعد اذنك ممكن اطلع اطمن عليه؟ عايز مني يا رؤوف؟ عايز سلامتك يا حبيبي، انت مش خلاص اتعالجت؟ عايز الشريط اللي اخدته مني. الشريط؟ في الحقيقه انا مش فاكر حطيته فين. لا 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 لا، امور استهبال واستعباط مش عليا. عيب يا محسن، ده احنا دافنينه سوا. صدقني يا رؤوف انا مش فاكر فعلا حطيته فين. بقول لك ايه؟ انت تقب تغطس تجيب لي الشريط ده، انت عارف ده ثمنه كام؟ كام؟
اربع بواكي 4000 جنيه هجيبهم منين المعلم مدبولي؟ ما انت راسي على الحدوته. خلاص لما يرجع اخويا حسام العياده هبقى اساله عليه، احتمال اكون نسيته هناك. نسيته في العياده في الجن الازرق، الشريط يكون عندي الليله دي، مفهوم؟ سلام. أنا سلام يا في واحد شكله كده بيسأل عليكي. علني أنا؟ بيقول إنه عاوزك ضروري. طب من فضلك ممكن تخليه يدخل؟ تفضل. هاي مدموزيل لامي. أنت؟ مفاجأة مش كده؟ متشكر قوي يا أستاذ. طيب على إذنك. ممكن اعرف حضرتك عرفت المكان ازاي؟ اللي يسال ما يتوهش. عديت عليكي في الكليه، فواحده صاحبتي كتبتني عنوان المدرسه، اخدت بعضي وجيت على هنا. ممكن اتكلم معاك شويه؟ مفيش بينا كلام يا استاذ منصور. ازاي بقى؟ ده انا اتقدمت لك بشكل رسمي والوالد موافق، والمفروض اني اعرف رايك. رأيي تعرفه من بابا مش مني أنا. الحقيقة حاولت، بس أنا حسيت إن الوالد يعني بيتهرب مني شوية. بصراحة بقى أنا مش عايز أعرف رأيك من والدك، أنا عايز أعرف رأيك منك أنت شخصيا. رأيي هتعرفه من بابا. اتفضل يا أستاذ منصور. أوكي خلاص أنا عرفت رأيك مقدما، بس أرجوك إنك تفكري شوية، ما تسرعيش في قرارك. أنا هزعلك، أنا شاعر ناحيتك بشوية مشاعر، إنما أنا حققت. مع السلامة يا أستاذ منصور. أوكي، باي باي. سعيدة. سلامة. كان عايز إيه الجدع ده؟ مفيش حل غير كده، عايزين نرجع لكم ال 100,000 جنيه بتوع ابوكم، شوفوا لي 200,000 جنيه. وانت موافق على الحل العبقري اللي بيقوله خالك ده؟ استني بس يا لميا، كمل يا خالي. يا جماعه هو انا عايز المبلغ ده عشان اديه لمنصور؟ لا بسيطه، انا معايا 10 جنيه، خدهم وشوف لنا حد يكمل المبلغ. انت هتهزر يا سي محسن، ايش حل لو ما كنتش عيان؟ اذا كان على الهزار يبقى حضرتك اللي ابتديت. هو معقولة يكون معانا مبلغ زي ده 200,000 جنيه مرة واحدة؟ يا ناس افهموني، أنا مش عايز المبلغ ده غير ساعة واحدة بس، وبعد كده هيرجع لصاحبه تاني. ومين معاه مبلغ زي ده يسيبه ثانية واحدة مش ساعة؟ ما أعرفش بقى، فلوس أبوكم مش هترجع لكم غير بالطريقة دي. أيوة جبت الفلوس كان بيها، ما جبتوهاش لا الفلوس راجعة ولا أبوكوا شخصيا. استنى. إيه؟ أنت عايز الفلوس دي لمدة ساعة واحدة؟ أيوة ساعة واحدة بس، ساعة واحدة والفلوس هترجع ساعة، مفيش غيرها. خلاص انا عرفت هجيب الفلوس منين. ومين المجنون اللي يسلفك مبلغ زي ده؟ اهي محاوله وعندي امل كبير ان انجح فيها. بقول لك يا حسام، كان في شريط فيديو ساعه ما رحت لك العياده معايا. موجود. خلاص يبقى هاته عشان عايز ارجع له اصحابه. بتقول ايه يا اخويا؟ اتعالج؟ ايوه يا معلم اتعالج، دلوقتي بقى كويس وطبيعي خالص. واللي بيجرب المدعوق اللي احنا بنبيعه ده بيقدر يسلقه ويسيبه؟ اهو ده اللي حصل بقى يا معلم. اتفضل ادي الشريط بتاعك اهو. انا دلوقتي ما يهمنيش الشريط، يغور في الستين داهيه. اسمع كتكوت، الواد ده بقى خطر علينا. ازاي يا معلم؟ الواد ده بقى يعرف عننا كل حاجه، يعني ممكن كلنا نروح في الكزوزه لو بلغ فينا. طب والعمل ايه؟ الواد ده لازم يرجع لنا تاني. يا كده هنخلص عليه ونستريح، ولا دور ما دخلك شر. انت بتقول ايه؟ هي حصلت نقتل كمان؟ لا يا معلم كله الا كده، بعدين ما تنساش انه صاحبي. دي فيها اعدام، انا النوس عين بابا، يعني لازم نتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا، مفهوم؟ Thank you.
انا ما جيتش لحضرتك غير لما افتكرت مقابلتي مع حضرتك اللي قلت فيها حضرتك ان احنا ايه يا ابني حضرتك ما تتكلم على طول يا محسن، انت زي ابني رؤوف بالظبط. وبعدين ده والدك له جميل في رقبتي هيفضل دين طول العمر، انا مستعد لكافه طلباتك. في الحقيقه علي بيه والدي في ازمه. ماليه؟ يعني لحد دلوقتي ما بقتش، لكن هتبقى لو حضرتك رفضت انك تساعد في حلها. لا يا ابني، انا تحت امركم وعلى كافه الاستعداد لاي طلبات تطلبوها. والدك عاوز فلوس؟ مش هو. انت؟ ولا انا. امال مين؟ كلنا. كلكم؟ العيله علي بيه، العيله هتحط على راسها مصيبه كبيره قوي لو المشكله اللي احنا فيها دي ما اتحلتش. يا ساتر يا رب، تفضل الشر. لا يا ابني، انا تحت امركم وعايز اعرف ايه المطلوب مني بالظبط. مش عارفه ايه المطلوب منك؟ المطلوب منك كتير يا هانم. المفروض ان الولد ده كان عيان وعيا خطير جدا، كان هيضيع مننا يعني. حضرتك بكل بساطه كده تقولي لي نزل. يعني ايه نزل؟ اعرف نزل راح فين؟ مش عرفني. الولد كان كويس وقال لي عنده مشوار مهم جدا. نزل. يا سلام، تبقى مصيبة للواد رجع للهباب اللي كان بياخده ده، تبقى مصيبة. هباب؟ هباب ايه؟ ها؟ لا 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 ابدا، لا لا، خوفي لا تحصل له نكسة ويرجع يتعالج تاني. لا مش مفهوم. مش مطلوب من حضرتك غير حاجة واحدة بس، مبلغ بسيط. يا سلام، بس كده؟ قوي قوي. عاوز كام؟ 300 جنيه؟ 500 جنيه؟ أكتر شوية. 1000 جنيه؟ 1500؟ كمان شوية. 2000 جنيه؟ 200. 2200 جنيه. لا، أنا عايز 200,000 جنيه. بس حضرتك كده اهدى وروق وامسك أعصابك وركز، وأنا هحاول أفهم حضرتك الموضوع من أساسه. اتورطنا ورطه كبيره قوي يا شكري لما اشتغلنا مع الراجل اللي اسمه مدبولي ده. انا مش عارف انت ازاي توافقوا على حاجه زي كده. رؤوف، احنا نقتل محسن صاحبنا؟ دي صداقه عمري يا جدع. انا مش عارف نقتله ازاي. ما هو يا اما نقتله يا اما هنروح كلنا في 60 داهيه، يا اما يرجع لنا تاني، مفيش حل وسط. طب بقول لك ايه، احنا نحاول نشد محسن تاني معانا، انما بلاش حكايه القتل دي. ما هو كله قتل يا شكري، كله قتل. ايوه يا رؤوف يا اخي، بس التاني مش بايدينا. والعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ بقول لك ايه، انت تحاول تنايم المعلم مدبولي شويه لحد ما نشد محسن لينا تاني، انما حكايه القتل دي لا يا رؤوف. سيبني، ده مبلغ كبير قوي. انا هصرفه من حضرتك لمده ساعتين بالكتير، بعد كده هرجعه لك مش ناقص ولا مليم. وانا اضمن منين انه يرجع؟ انا مستعد اضمن لك ده برقبتي. رقبتك؟ يعني هي رقبة توت عنخ آمون يا سيد؟ ده مبلغ كبير يا ابني، مش لعبة. على العموم اديني فرصة يوم ولا اتنين وانا افكر في الموضوع. علي بيه، مفيش وقت للتفكير، احنا في سباق مع الزمن. يا اما العملية تتسبك على منصور فاضل صح ويقتنع بيها، يا اما كل شيء ينكشف والفلوس تضيع على بابا وما نطولش منها ولا حاجة. وانا كمان ممكن فلوسي تضيع عليا وما طولش منها ولا حاجه. انا مستعد اكتب لحضرتك وصله امانه بالمبلغ عشان تضمن حقك، واذا انا ما رجعتوش حضرتك تقدر تسجنني. وانا هستفيد ايه لما تتسجن؟ ما انا فلوسي هتكون راحت عليا واللي كان يا ابني. دول 200,000 جنيه مش لعبه. علي بيه حفاظه كبيره قوي. علي بيه، حضرتك الوحيد اللي ممكن تنقذني. اهدى يا ابني، اهدى. يا حلاوه يا اولاد، كل دي فلوس. اقول لك يا طنط. طنط معلش، قول طنط بس، خلي الفلوس دي. الفلوس دي تبص لها بس، لكن ممنوع اللمس. بقول لك ايه يا ولد؟ ده مبلغ كبير يا اخويا، ممكن تعمل لك انت مشروع معايا. المبلغ ده جاي عشان نقضي بيه مصلحه، بعد كده لازم يرجع لصاحبه صح سليم.
ده انا قعدت ساعتين اقنع علي بيه قبل ما رضي يدهولي. بتعيط بتعيط ليه يا زغلول؟ بعيط علشان محسن فكرني ان الفلوس دي كلها هترجع لصاحبها. عندك حق عندك حق يا سي زغلول. ما فكرك يا خالي نضربه بومبا؟ يا ريت يا ريت تضرب بومبا، ده مبلغ كبير زي ده ممكن نعمل منها حاجات كتيره قوي. ها قررت يا خالي؟ قررت هنفذ بيت الخطه طبعا. روح انت دلوقتي وبعد الظهر الفلوس هتكون عندك. الو ايوه مين؟ اهلا 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 زغلول بيه، ازاي سعادتك يا فندم؟ لا والله منصور بيه خرج. ايوه راح مشوار وهيرجع حالا. حاضر اول ما يرجع هتصل بسعادتك. تحت امرك. مع السلامه. يا ترى في ايه؟ شكرا شكرا. بصراحة بقى أنا جيت عشان أعرف رأي حضرتك النهائي. هو الحقيقة تشريف سعادتك لينا يعني شيء كبير جدا، شرف كبير ليا ولأسرة الأنفوشي كلها. الشرف ليا أنا يا عبد المنعم بيه. ممكن بقى أعرف رأي الأنسة لمياء إيه؟ هو أنا الحقيقة أنا بترجاك بترجاك تديني مهلة كده أدي يومين لحد بس ما موسم الامتحانات يخلص. اصل الموضوع كان مفاجاه بالنسبه للبنت، واظن البنت من حقها انها تفكر شويه وتحسب المسار. عموما انا هفضل متمسك بالامل وكل رجائي انك تحاول تقنعها. انا هنفذ لها كل طلباتها، الشبكه المهر الشقه العربيه، كل اللي هتطلبه هتلاقيه تحت امرها. هستأذن انا بقى. طب مش سعادتك بس الاول تشرب القهوه وبعدين يبقى النوم. على القهوه دي بقى هنشربها شربات باذن الله. سلام عليكم. انت انست وشرفت. شكرا خالص يا استاذ. مع الف الف سلام. تفضل تفضل تفضل. برضه نفس الموضوع؟ وفي موضوع تاني؟ الراجل شاريها على الاخر، انا مش عارف اقول له ايه. هما اتاخروا ليه؟ هما مين؟ هيكون مين؟ الولاد. هو محسن لسه برجعش؟ الله انت حد قلق. انت كمان انت مربي الولاد احسن تربيه. ممكن تقولي كنت فين لحد دلوقتي؟ انا كنت في الكليه يا بابا. كنت في الكليه يا بابا. لا ده كله اول مره اشوف حضرتك قلقان عليا بالشكل ده. بعد كل اللي حصل ده مش عايز ابقى قلقان عليك يا ابني يا حبيبي؟ ده انت كان لازم بعد كل اللي حصل ده تستريح لك يومين ثلاثه في السرير. حضرتك لسه قلقان عليا؟ ما تقلقش عليا يا بابا. انا وعدت حضرتك اني مش هرجع للسكه اللي انا كنت ماشي فيها. انا عند وعدي يا ابني. انا قلبي عليك. انت واخواتك سندي. انا تعبت لحد ما كبرتكم لحد ما ربيتكم. ما تخافش على ابنك يا بابا، بس انا مش عاوز قلقك عليكم قيد على حريتي وحركتي. وارجوك ارجوك يا بابا اسم ثقتك فيا ترجع زي الاول واكتر. يعني ما قلقش عليك يا محسن؟ ما تقلقش. ما لاش ازاي بس يا تهاني؟ دي قنبله موقوته ممكن تنفجر في اي لحظه. الولد ممكن يروح فيها لو الفلوس دي راحت. وايه الفلوس هتروح فين؟ افرضي طب علينا حرامي ولا حاجه، اعمل ايه انا ساعتها؟ بقول لك ايه، ما توجعش دماغ انت واهلك. اللي ما بيجيش من وراه من غير وجع القلب ده انا خلاص مش ناقصه. ويا ريتك يا اخويا كنت شبنون معايا كده، انما انت زي القره بتمد لبره. ما تجيبيش سيره القره. القره دي الو. ايوه منصور بيه. ايوه انا جاهز. الامانه جاهزه. طيب نتقابل فين؟
انا هقول لك فين. سعيدة. سعيدة. جاهز؟ جاهز. وانت؟ اتفضل. يلا بسرعة. ايه؟ بسرعة. ما خلاص ما انا غيرت الشنط. طيب قدهم. معقول انا هشك في ذمتك يعني؟ انت هتعمل ايه؟ لا انا هطمن بس. ده اطمنت. معلش منصور بيه، ما هو اللي يتلدع من التعبان يخاف من الحمل. على فين؟ لا رجل على رجل. لا خليك انت دلوقتي، عشان لو البوليس مراقبني ولا حاجه انت ما تتمسكش. انا لو فتشوا هيلاقوا الفلوس سليمه. لكن انت تفتكر يعني اذا كان البنك ما عرفش ان الفلوس مزيفه تفتكر البوليس هيعرف؟ على رايك، بس الاحتياط واجب برضه. يلا خلاص بقى. ايوه خلاص صح. طيب انا اذنك هشوفك امتى؟ اتصل بيك. ماشي، على السلامة. الشنطة دي بتاعتك؟ نعم. بقول لك الشنطة دي بتاعتك؟ ابدا، ده انا كنت ماشي ولقيتها هنا. طب فيها ايه الشنطه دي؟ مش عرفت انا فيها ايه؟ ما تشوفها. ايه عندك؟ انا مال انا؟ الشنطه دي فعلا مطابقه لمواصفات البلاغ اللي عندنا. ربنا يخليك لينا يا اعظم خلف الدنيا. قلت لك ما حدش هيحل لنا المشكله دي غيره. خلاص عشان ابوكم بس يقدر ويعرف هو مناسب مين. المهم انك ما طلعتش بحاجه بالعمليه. كنت عايزين اطلع بيها تاني. على الاقل كان باكم البواكي الكتيره دي، ده طباخ السم بيدوقه. كان لازم تفتح مخك شويه. بدل ما تتفق معاه على 100,000 جنيه كنت اتفقت معاه على 150، تديهم هما 100,000 بتاعت ابوهم وتاخد انت 50,000 عشان يبحبحوا علينا شوية. يعني كنت عايزاني انصب على الراجل؟ ما هو نصاب هو، لكن انا لا. ما عندكش فكرة يا خالي بابا هيكون قد ايه سعيد لما يعرف ان احنا قدرنا نجيب له فلوس تاني. محدش يجيب لي سيرة عن اللي حصل دلوقتي يا خالي. يعني ايه؟ يعني بص، احنا نفضل ساكتين لحد ما نكتشف ان منصور ده نصاب، ونحط فلوس باسم حد يرفق فينا في البنك ويعجبنا الارباح يا خالي. صح صح، ومين عارف يمكن منصور ده ينكشف بسرعة. يا ريت يا خالي. انا يندهك عليا؟ انا يتنشر عليا؟ ادي نقطة الموسم يا صاحبي، منصور فاضل النصاب العالمي يتنصب عليه. انت بتضحك؟ بتضحك؟ دول 100,000 جنيه ضاعوا وقاعد تضحك. امال يعني عايز تعمل لك ايه يا منصور؟ اقعد جنبك وعيط؟ مشكلة مش في الفلوس اللي راحت، لا، مشكلة في النصاب اللي نصب عليا. هيروح مني فين؟ مش هسيبه، هجيبه هجيبه لو رجع بطن امه تاني. يا سلام، هتجيبه منين؟ انت تعرف العنوان؟ يا ما نصحتك وقلت لك يا منصور نعمل عنه تحريات ما سمعتش كلامي. دي اول مره في حياتي اطلع غبي. سلامتك من الغباء يا حبيبي. المهم دلوقتي يا صاحبي لازم نعمل خطه نوصل بيها للجدع النصاب ده. اسمع، انا عارف طريق المحل اللي وداني ليه يوم ما خدني اتفرج على المكنة اللي بتطبع فلوس. يبقى هو دي الخيط اللي حيوصلنا لزغلول، ومن بكرة الصبح نروح له. هو ده المحل يا فكرة. انت متأكد يا منصور؟ 100%. اهلا يا باشا، اي خدمة سعادة البيه؟ قول لي المحل ده بتاع مين؟ ده بتاعنا غير مؤاخذة، تشرب سحنة. اخلص!
فكري ما فتحتش المحل. هو قال هو هتش المحل دي يا ساعه البيت، انا غير ما اوصل الشغل كله في السليم ولا كلمه. ده شط سهله اخلص. امال ايه فتحتش المحل دي يا اخوانا؟ مفيش اي اثر لمكن الطباعه منصور بيه. حلو قوي مكن الطباعه. سعاده البيه ده محل سباكه من غير مؤاخذه، اجيب مكنه طباعه ليه؟ اطبع عليها مواسير. كلم الناس كويس. حاضر يا باشا. كان في مكنه هنا بتطبع فلوس، راحت فين؟ حلو قوي مكنه بتطبع فلوس دي. والله حلو قوي. يا ريت يا ريت يا سعاده الباشا يبقى عندي مكنه اطبع عليها فلوس، كنت طبعت لي كام باك وعلى كام قلب وكنا روشنا المسائل. المكنه طبعا. بقول لك ايه؟ نعم يا سعاده البيه. امور استهباله هبارح مش عليا، مفهوم؟ مفهوم يا سعاده البيت. كان في واحد اسمه زغلول جاب مكنه هنا، راحت فين؟ زغلول؟ زغلول؟ زغلول مين من غير مؤاخذه؟ زغلول زغلول وخلاص، جاب مكنه وحطها هنا، راحت فين؟ اه يكون قصدك على الاستاذ زغلول. نسيب الاستاذ زكريا. الاستاذ زكريا. ايوه تعال 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 يا شاطر تعال. قول لي انت، انت طبعا تعرف زغلول صح؟ اه صح. اه تعرفه كويس قوي. لازم اعرفه طبعا. عارف بيته؟ لا. طب عارفوها بيشتغل فين؟ لا. اكيد تعرف حد من قريب. لا. قول لا 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 كل لا لا لا. الله فكري عمرك منصور بيه رايب المحل ده كويس، وما تتنقلش من هنا غير لما تعرف لي زغلول طلع فين وتجيبه لي من تحت تقطيع الارض، مفهوم؟ حاضر حاضر اطمن. ها تشرب سحلب؟ لا سحلب ولا دحلب، ورينا عرض كتافك. يلا قدامي. خد معاك. خش يلا خش. ولا جوع يا اسطى. ايه اللي بيحصل ده؟ فهمني فطمني، انا مش فاهم حاجه. فهمك وفطمك يا اسطى. الجماعه دول لا مؤاخذه بيدوروا على الوالد عشان ياخدوا منه فلوس، فانا كان لازم اعمل البنطه دي واتوهم. والد مين قالك؟ والد مين اللي قالك؟ تكلم ان شاء الله على واحد اسمه زغلول. يا اسطى انا فاهمك، اصل الوالد لما راح لهم راح لهم باسم مستعار مش باسمه الحقيقي. اه كده فهمت. يالا نورتني. بقول لك ايه؟ ايوه اخلع انا بقى مشوار خمسه كده وارد على طول. طب بس ما تجيبش على يالا. ماشي يا اسطى استلم. سلام. سلام يا ابني. الراجل اللي اسمه منصور وصل لطريق المحل. مش حلو ده. ولا حلو. وطالما وصل لطريق المحل ممكن بمنتهى السهوله يوصل لطريق خالي، ولو وصل لخالي هتبقى مصيبه. دي هتبقى مشكله ومصيبه. ده مش بعيد يقتله. يقتله؟ ايه حصلت القتل كمان؟ اه ما تسبعتش على منصور ده يعمل اي حاجه، ده بقى عامل زي الاسد الجريح، يعني ممكن يقتل اي حد. المهم بس عشان نقصر في الموال ده، انا جيت ابلغكم حاولوا تخلوا خالي ما يجيش ناحيه البيت اليومين دول خالص ولا حتى يزورنا. عندك حق عندك حق يا وائل، احنا لازم نتصل بيه وننبهه. طيب احنا كده اتفقنا، اخلع انا بقى عشان عندي شويه مشاكل في المحل. تعالى تعالى هنا. انا عايزك تفتح عينك كويس قوي، ولو حسيت باي حاجه تيجي لنا فورا. ها؟ تلاقش يا اسطى. يا اسطى؟ قصدي يا دكتور. سلام. الواد بيقول لي يا اسطى لسانه تعبك. خلاص انا هتصل بخالي. اه ايه بتقول ايه؟ ايه يا حسام؟ منصور عارف طريق المحل؟ كان هناك النهارده؟ طب ما يعرف. وانا مالي؟ ايه كان مخلي حد يراقب المحل؟ ما يراقبه هو يعني محل ابويا؟ ايه؟ اه ايوه عشان يعني ما اجيش الحته وعشان ما اجيش ازوركم. طيب طيب احسن مع السلامه. ايوه ايوه ابتدت المشاكل ترخ على دماغنا، كل حاجه كنت خايفه منها حصلت. في بس يا تهاني. في ايه؟ في ايه؟ الراجل اسمه منصور ده ممكن يعرف طريقك ويجي يخلص عليك، ومش بعيد مش بعيد يعرف طريقك احنا كمان ويخلص علينا فوق البيع. ادي الشنطه اهي، ولو عايز تعدي فلوس عندها. ايه ده؟ انت ما اديتهمش البنك ليه؟ ما لحقتش، النهارده الجمعه وبكره السبت اجازه البنوك، يوم الاحد هوديهم باذن الله. اه طب بقول لك ايه؟ خد بالك منهم قوي، انت عارف احنا جبناهم ازاي من بق السبع. ما تخافش انا حطيتهم في الدولاب وقفل عليهم كويس قوي، ومحدش معاه نسخة من مفتاح غيري. بقول لك ايه؟ اوعى بابا يحس بحاجة. بابا انت عايز تودينا في داهية؟ بنتحرج التماسي على اللي قاعدين على الكراسي. قشطة. صباح الفل يا عم. صباح الفل. قشطة حلاوة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللهجة اللي انت بتتكلم بيها دي؟ انت ايه خلاص؟ بقيت سباك بجد؟ امال بهزار؟ ايه دمك يا اخي؟ بقول لك يا اخي انت
ما تيجي تشتغل معانا. انا رئيس. العفو انا ما اقصدش، انا قصدي ضيفك. ايوه انت امال مين يا ابني؟ اسمع كلامي، شغلانتنا دي سبوبتها زي العسل. اسمع الكلام، سيبك بقى من كليه الحقوق دي وهتاخد لك قرشين حلوين. ها قلت ايه؟ سباك. لسه ما فيش فايده يا منصور. الورقه اللي فيها رقم التليفون فص ملح وداب، قلبت عليها المكتب مش لاقيها. ازاي ورقه مهمه سيدي تضيع يا فكري؟ ازاي؟ قول لي. معلش عرفني بس، انه كان هيطلع نصاب. على فكره يا منصور، احتمال كبير انه كان مأجر شقه مفروشه وسابها لما خلصت العمليه. ايوه يعني حتى لو لقينا رقم التليفون مش هيفيدنا في حاجه. عندك حق. يبقى الخيط الوحيد اللي قدامنا هو المحل بتاع السباك. اسمع، انا عايزك تروح تعسكر هناك قدامنا، بس المره دي بقى عايزك تراقب كل اللي بيترددوا على المحل، تمشي وراهم وتعرف كل تحركاتهم. حاضر. فهمت؟ حاضر. أكيد حد منهم هيوصلنا الخيط، نعرف منه مكان زغلول. اشتغل عند السباك دخل فيلا عبد المنعم الانفوشي وشايفه بعناية. دول يعني عايز تقول ان السباك ده له علاقه بعبد المنعم الانفوشي؟ واحتمال كبير قوي ان الواد ده يبقى ابن عبد المنعم الانفوشي. يعني العمليه كلها جايه من ناحيه عبد المنعم. يعني ايه يا منصور؟ المبلغ اللي لها في الواد زغلول كان 100,000 جنيه، والمبلغ اللي انا اخدته من عبد المنعم برضه كان 100,000 جنيه. يبقى تمام كده، يعني الخطة كلها مرسومة عشان الفلوس ترجع لي. انا دلوقتي بس فهمت الفولة، واكيد الواد اللي اسمه زغلول ده تبع عبد المنعم وحب ياكلني بالاوامطه. اسمع، اتصل بعبد المنعم في البيت واساله عن زغلول. طب ليه يا منصور؟ عايز اعرف عنوانه بسرعه. الو؟ ايوه مين؟ زغلول؟ زغلول مين؟ زغلول رفعت؟ هو حضرتك بتشتغل معاه؟ ايوه بس زغلول مش موجود هنا، قصدي يعني ده مش بيته. اوي. حاضر، عيني. لا ادي لك عنوانه ونمر تليفونه كمان. كنت خايفة عليك قوي يا محسن. لحقت نفسي على اخر لحظة، كنت خلاص هضيع. كان احساس فظيع، كان جوايا رغبة مدمرة اني استمر ومش قادر ابطل، مش قادر امنع نفسي. رغبة فظيعة ربطاني بسلاسل وبتحركني وانا مستسلم. موت بطيء، انتحار. لكن في نفس الوقت كان جوايا رغبة تانية في الحياة، رغبة بتقولي لا، فوق، لازم تخرج من الدوامة اللي انت فيها دي. واداني ربنا إرادة من حديد. الإرادة دي هي اللي خلتني أروح عند أخويا حسام في العيادة وأقول له الحقني أنا بغرق. وفعلا أنقذني. ولولا كان زماني غرقت. وضعت مع الإضاعة.
يا راجل يا راجل حس على دمك. يعني ايه مش عايز تفهم؟ هي عايزه فكاكه؟ انت عايز تجنني؟ عايز تخبلني؟ جوز اختك بيقول ان في واحد اتصل بيه وسال عن عنوانك، يبقى اكيد منصور. يبقى لازم نلم هدومنا ونروح نقعد عند اخته. وايه بس اللي هيودينا عند اختي؟ مش كل المصايب من تحت راسهم؟ بصراحه انا شايف كده، ولو ان خطيبتي فخريه هتوحشني قوي، لكن معلش اضحي علشانكم. ايوه بس هنروح نقول لها ايه؟ نقول لها اي حاجه، المهم نمشي من الشقه دي دلوقتي. طب خلاص خلاص، انا هتصل بأدرية واقول لها ان احنا هنيجي نقعد عندك. لا 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 لا، ولا تتصل ولا حاجه، احنا نعملها مفاجاه. وانت يا بابا حضر شنطتك بسرعه. حاضر. شفت اهم جم اهم. استني استني، انا هفتح الباب بس الاول نعرف مين. لما الباب يخبط نعرف برا مين. روح يا زغلول. مين؟ محصل النور. محصل النور؟ انت دفعت النور؟ ايوه يا زغلول دفعته. امال جاي ليه؟ ياخد البقشيش؟ افتح بقى. طيب خلاص. ايوه يا ابني. ازيك يا زغلول؟ يا منصور بيه. مفاجأة مش كده؟ فعلا. بقول لك ايه يا استاذ؟ بقول لك ايه؟ احنا ما نعرفش اي حاجة على الفلوس، لو عايز فلوسك هم عندي عبد المنعم. اسكت انت يا دهاني. اخرس. حاضر. فكري. فتش الشقة. حاضر يا بيه، فتش الشقة فكري. فين الفلوس يا زغلول؟ انا هقول لحضرتك. منصور بيه، احنا عايزين نتكلم بشكل متحضر. شكل ايه يا اخويا؟ متحضر، شكل حضاري. شكل الفلوس يعني. ابعد الحباب ده وبعدين نتكلم الاول. يا لهوي ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ فين الفلوس يا زغلول؟ ما في فلوس. ايوه يا زغلول مالك؟ لو ايوه محسن. ايه محسن؟ لا محسن مش موجود دلوقتي، ده في كليه. طيب لما يجي هخليه يكلمك. طيب 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 خلاص خلاص خلاص، مع سلامة. ايه اسمع حسين ضروري. هو فين؟ هو كلية. اللي بيعمل ايه في كلية؟ هل في كلية بيذاكر؟ هو بياخد دروس. طيب بياخد دروس ايه؟ ايه جرى ايه؟ بتكلم نازل كمان. زغلول اتكلم دلوقتي مكالمة غير عادية، وكان صوته غير عادي. وفي ايه؟ تعالى بابا شوف ايه حكاية. لا 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 لا، مفيش حاجة. لا ماله زغلول؟ لا مفيش حاجة. لا في حاجة، انت قلت ان هو حالته مش طبيعية وانه يعني ايه يعني جنن بقى. جنن ايه يا بابا؟ تلاقي تهاني قرفاه ولا مطلع عيله؟ الولد ده مش عاجبني ابدا، لازم يعامل مراته بكل شدة وبكل قسوة. ما انا كلمته من شوية يا منصور بيه وقال انه لسه في الكلية. وانا بقى مش منقول من هنا غير لما الواد يجي. انا عندي فكرة يا منصور بيه. انت تسكتي خالص. سيبها تقول فكرتها. ايوه انت تقولي فكرتك. نعم. اسمع يا منصور بيه. ايوه. احنا نبعت زغلول للاستاذ في الكلية يجيبه يجي على هنا ونخلص من المعول ده خالص. لا يا نصحة، اسيبه يخرج عشان يجيب لي البوليس. ما يطلبه في التليفون اهو، اطلبه. ما هو الظاهر انه هيتاخر قوي في الكليه. يتاخر؟ ايوه. طيب ولاد قاعده لحد ما الواد يجي ويجيب الفلوس. ايوه ودي قاعده. ايوه ودي نومه. تاني يا بابا هنرجع للقلق تاني. لا مفيش قلق ولا حاجه، بس اصل خالك زغلول اتصل بيك اكتر من مره في التليفون وعايزك تكلمه ضروري. خالي اتصل بيك اكتر من مره؟ يبقى اكيد حصل حاجه. طب يا بابا انا هبقى اتصل بيه. لا 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 كلمه دلوقتي احسن. اصل انا بابا انا جعان يا بابا، اكل وبعدين ابقى اكلمه، مش هعرف اتكلم خالص لما اكل. كلمه دلوقتي يا محسن ارجوك، ده عايزك ضروري. طب يا بابا حضرتك قلقان ليه؟ انا مش قلقان ولا حاجه، عايز اسمع المكالمه بنفسي. حاضر يا بابا. شوف هو عايز ايه. ايوه فاهم. لا لا بشوف ال طيب. الو. ايوه خالي انا محسن. ايه
عايزني ضروري؟ عايزك ضروري؟ ايوه خالي. أمانة؟ أمانة إيه؟ الأمانة. أيوه خالي. أيوه بس أنت مش عارف اللي بقى. أيوه خالي ضروري أوي. حاضر يا خالي. ماشي. مع السلامة. أمانة. تعال هنا. تعال. قولي قولي. ايه حكايه الامانه اللي عايزها خالك زغلول دي؟ امانه؟ اه بابا آه. اصل انا خالي كان مسلفني شنطه فهو عايزها ضروري. شنطه؟ كل القلق والهزه دي عشان حته شنطه؟ ما انت عارف يا بابا خالي زغلول بيخاف على حاجته قد ايه. طب خلاص اقول لك ايه؟ انت تطلع تجيب الشنطه دي وترجعها له على طول بس ما تتاخرش. حاضر يا بابا. حالا. ثانيه واحده. ثانيه. طب وايه العمل دلوقتي يا حسام؟ اكيد في حاجه غريبه حصلت. خالك مش ممكن يطلب طلب زي ده من فراغ. احنا لازم ناخد احتياطنا. هنعمل ايه يعني؟ نبلغ البوليس. لا بلاش ندخل البوليس في موضوع زي ده. احتمال فاضل منصور ده يكون عرف طريقه وراح له زمان ومهدده. يعني خالك متعرض لخطر حقيقي. مفيش قدامنا غير ان احنا نبلغ البوليس.